عمر والغلام. خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يتفقد أحوال الرعية، وعندما وصل أطراف المدينة رأى غلاما يرعى الغنم، فتقدم منه وأراد أن يختبر أمانته، فطلب منه أن يبيعه خروفا صغيرا، فرفض الغلام وقال له: هذه الخراف ليست لي. قال الخليفة عمر: أعطيني خروف وسوف أعطيك مالا كثيرا، وقل لصاحب الخراف أكله الذئب. نظر الغلام إلى الخليفة وقال: أين الله؟ فبكى عمر وقال: صدقت، أنت غلام أمين.